وطبعا نتحدث أكثر حول تداولات الأسواق العالمية. تنضم إلينا لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب. أهلا بك معنا لينا. خلينا نبدأ يمكن بأسعار النفط بعد ما شهدنا ارتفاعات بالمخزونات الأمريكية جاءت على عكس المتوقع، وأيضا جولدمان ساكس اللي عم بيرفع توقعاته لأسعار يمكن برينت ب $40.51 بالمقابل كان توقعاته لتكساس عند 36.86 سنت ب 2020. اليوم برأيك هذه البيانات التي صدرت إلى أي مدى ممكن أنه تضغط على الأسواق من جديد، وخصوصا أنه عدنا لنلاحظ الارتفاع بمخزونات كوشينج في أوكلاهوما خلال هذه الفترة؟ أهلا ومرحبا بكم. بالفعل أسعار النفط نتيجة ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية كانت توقعات أنه يكون في انخفاض، لكن يظهر أنه عكس التوقعات عم نشوف ارتفاع في المخزونات الأمريكية. هناك من جهة ما زالت التذبذبات سوف نشاهدها على أسعار النفط بين موجة ارتفاع فيروس كورونا والمخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا وإغلاقات ربما تكون مستبعدة الإغلاقات الاقتصادية، لكن ربما تتسبب في عودة الطلب. نحن نتحدث عن أيضا عن عودة ربما حديث عن عودة الإنتاج الليبي. لو تم رفع الإنتاج الليبي إلى 500,000 برميل يوميا سوف يضغط على أسعار النفط. لا زال نتحدث عن التزام أوبك بتخفيض الإنتاج ب 9.7 مليون برميل يوميا، لكن هناك أيضا أن يتم رفع هذا الإنتاج، لكن السعودية يظهر أنها هناك حديث أنها استراتيجية إلى الآن غير واضحة حول سوف يتم استراتيجية طويلة الأمد، لأن هناك المخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا. فبالتالي منظمة أوبك وحلفاء ليس لديهم الآن الكامل الوضوح أو الاستراتيجية الواضحة حول كم سيتطلب تخفيض الإنتاج. فنحن نترقب هل سيكون هناك تخفيض للإنتاج لمدة شهر إضافية أو سيتم رفع الإنتاج. بالتالي نحن عم نشوف أيضا الطلب العالمي على النفط هو بعد ما وصل إلى انخفض إلى 30 مليون عم نلاحظ أنه عم ينخفض يوميا ب 10 مليون، لكن هناك ما زال يعني إشارات غير واضحة حول العرض والطلب. إلى الآن نحن عم نشوف تراجع في عدد الحفارات النفطية، أيضا في شركات نفطية عم نتيجة تراجع أسعار النفط، أيضا توقعات بتراجع الإنتاج الأمريكي. هناك شركات ربما ستخفض إنتاجها، لكن مع ذلك هناك مخاوف من هذه الموجة والموجة الثانية، والارتفاعات اللي عم نشاهدها ما زالت غير واضحة إلى الآن في ارتفاع المخزونات الخام في الولايات المتحدة. فأنا أرى مستويات 40 إلى 45 تعتبر في هذا الرينج مبدئيا. دعيني أسألك أيضا عن أسواق الأسهم وتحديدا الأمريكية منها. يعني الملفت بأنه أعداد الإصابات الجديدة بأمريكا عم يرتفع، عدد الإصابات الكلية حول العالم وفي أمريكا أيضا كذلك، لدينا حالة عدم اليقين تجاه موجة ثانية، نتائج الشركات، ومع ذلك الناسداك البارحة أغلق خامس يعني الإغلاق التاريخي 25 خلال هذا العام، وعم نلاحظ بأنه يعني قطاع التكنولوجيا عم يرتفع وفي أسهم عم بتقود هذا الرالي على الرغم من هذه المخاوف. كيف تفسرين ما يجري في أسواق الأسهم؟ نعم بالفعل الأسهم الأمريكية تتغاضى كل المؤشرات حول ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا سواء في العالم كما ذكرت في الولايات المتحدة الأمريكية الأعداد تزداد، وخاصة على السواحل مثل فلوريدا وتكساس، وبالتالي هناك كانت إجراءات في الولايات المتحدة الأمريكية أحادية حول طريقة الإغلاقات الاقتصادية، وبالتالي كل يعني هناك أيضا تتجاهل كل هذا وتترقب أن يكون هناك تعافي اقتصادي خلال النصف الثاني، لكن يعني هناك قلق من كلمة تعافي. التعافي لن يحدث قبل عام 2022. هناك بالفعل بيانات اقتصادية قادمة من الولايات المتحدة والصين، لكن ليست يعني سوف نشهد نمو ولكن لن نعود قبل مستويات أزمة كورونا. التعافي سيحدث عام 2022، وأي إغلاقات اقتصادية
أو في موجة فيروس كورونا جديدة سوف تؤثر على الأسعار النفط؟ يعني هناك لن نتحدث عن إغلاقات اقتصادية، لكن ممكن حدوث ذلك. يعني نرى نحن في هناك علاقة دائمة بين دورة أعمال الأسهم والدورة الاقتصادية. دورة أعمال الأسهم تسبق الدورة الاقتصادية بثلاثة أو ستة أشهر، وهذا ما يحصل بالفعل. وإذا عدنا قليلا إلى التاريخ في الكساد العظيم عام 1929، لاحظنا أن الأسهم بعد انخفاضها ترتفع جدا ثم تعود للارتفاع. فهناك يعني مبالغة في هذه الارتفاعات اللي عم نشاهدها، هناك مبالغة في هذه الشهية نحو أخذ المخاطر والتجاهل حول الأعداد والإصابات الكبيرة حول فيروس كورونا. بالتالي المتوقعات أن يكون هناك، يجب أن تكون هناك مرحلة التقاط أنفاس وعملية جني أرباح، وربما سوف نشهد انخفاضات. لكن إلى الآن المستثمرون يتجاهلون يعني هناك تركيز على البيانات، لكن احنا نترقب كما ذكرت نتائج الشركات. هل فعلا نتائج الشركات يعني ربما يعني ستكون يعني نتائج الشركات لن تكون بهذه الإيجابية؟ هل فعلا سيتجاهل أيضا المستثمرون البيانات الصادرة عن الشركات؟ نشكرك لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.